مش حيصير منها. من شهرين أعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عليه مبادرة منه لتجميع الأجسام السياسية اللي تمثل السلطة الحاكمة في ليبيا اليوم لخلق حوار حول القوانين الانتخابية اللي صدرت على مجلس النواب بعد اتفاقها مع المجلس الأعلى للدولة المدة الماضية. غاية هذا الحوار على حسب كلام المبعوث الأممي هو تقريب وجهات النظر وخلق أرضية صلبة لإجراء الانتخابات اللي ما قدرناش نديروها في 24/12/2021. الأطراف اللي تم استدعاها هي المجلس الرئاسي ومجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوحدة الوطنية، وقيادة الجيش في قبة الرجمة المتمثلة في خليفة حفتر. الأطراف هي أصبح كل طرف منها يحاول يوضع أسباب مسبقة أو شروط للدخول لهذا التفاوض. عقيلة شارط إن مش حيصير في أي اجتماع إلا إذا كان في بند بيتكلموا فيه على إنهاء الحكومة الحالية وخلق حكومة جديدة. أيضا حفتر انضم معه للفكرة هذه، وزاد عليها إن حكومة أسامة حماد اللي موجودة في شرق البلاد تكون أيضا جزء من هذا الاتفاق. عبد الحميد البيبة مصر إن الحكومة هي مش هتسلم وحتستمر في حكمها إلى حين ما تسلم السلطة لحكومة يتم اختيارها من جسم شرعي. المجلس الرئاسي مش موجود معنا إلى حد الآن، ولا موجود حتى مع عبد الله باتيلي، ومكتفي بالتصريحات الخفيفة اللي هي ما تقدمش في أي إضافة للموضوع. إلى حد الآن الاجتماع صارش، وهل بقى ناس تتكلم؟ شن غاية هذا الاجتماع إذا كان الأطراف مسبقا رافضين الفكرة؟ ولأمتح أن استمروا في الحالة هو والأطراف هي متمسكة بالسلطة بتاعها. في نفس الوقت هل من المنطقي أنك تستدعي حكومة أو طبقة سياسية حاكمة اللي هي الأطراف الخمسة هي وتخليهم هم اللي قرروا آلية إنهاء وجودهم وحكمهم للبلاد؟ هذا السؤال اللي الواضح أن البعثة الأممية ما تبيش تستوعبه وتعاود في نفس الأخطاء رحها في كل مرة، ومخلية على حسب كلام هالبناس الأطراف الفاعلة الحقيقية اللي موجودة على الأرض خارج هذا الاتفاق وهذا التوافق، رغم أن هي قالت في أكثر من مرة أن صدور القوانين هي اللي هي لجنة ستة اللي تم تشكيلها حتقود البلاد بشكل مباشر للعملية الانتخابية. إلى حد الآن ما فيش أي صورة واضحة لشكل الاجتماع هذا، ولا للمخرجات بتاعه، ولا شيء اللي ممكن يصير فيه.